في البحر. أعزائي المتابعين، أنا كنتم تيمن عبد الله is back. أسأل الله مساك صباحكم أعزائي المتابعين، أنا كنتم تيمن عبد الله بهذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله شفت يعني مثلا الكيور كولد أو الماكينة اللي تسوي البيبسي، ما شاء الله عجبتكم مرة، فقلنا يعني راح نجيب لكم الآلات هذه. الآلات ما تعتبر غريبة ولكنها تعتبر جادجت حلو، أو يعني آلة أو مثلا اختراع، شيء حلو إنك يعني يكون موجود عندك بالبيت، يكون موجود يعني تشوفه وكذا، في نفس الوقت إنه ما هو شيء معتاد. فلذلك في فيديونا لهذا اليوم جبنا شيء يعني هذا سهل، شيء قديم في الحياة، يعني مثلا في قديم الزمان بس لو مخرجنا يعطينا موسيقى قديمة تراثية، ما في موسيقى تراثية، عطنا مصري ايش كذا الزبدة. في قديم الزمان ما كان في ثلاجات، كانت الناس يعني مثلا لما تذبح خروف كامل، تذبح بقرة كاملة، دجاجة، لا دجاجة ما له شغل، دجاجة ناكل في يومها، يعني ما راح يقدر مثلا ياكل الموجود كله، في نفس الوقت رخيص، فما في ثلاجات يعني ذيك السنة، يعني سامسونج لسه ما سوت ثلاجات وبعدها تسوي جوالات. فالمهم، فكانوا ايش يسووا الناس؟ يعني كانوا يجيبوا اللحم ويجففوه، يجففوا اللحم فيخلوه لحم مقدد. طيب يعني اللحم المقدد هل هو لذيذ هل هو مو لذيذ؟ انا كنت مثلكم يعني اشوفه في امريكا اقول ايش كيف كان ياكل لحم مجفف، يعني في سكشن كامل في والمارت يا رجل بس لحم مجفف. فقلت يا متيم يعني خلنا نعطيه تجربه. ففي يوم من الايام كنت في ميتشيغان وكان فيه لحم تركي او لحم ديك الرومي مجفف، اخذته مو طبيعي. من يومها وانا يعني منسحر واعشق هذا الشيء. فلذلك في هذا اليوم جبنا الماكينه الرائعه هذه. الماكينة هذه هو حاط لك هنا فواكه بس يتجفف لحم وفواكه، تحط فيها اللحم تحط فيها الفواكه تجففها، فتخليك تاكل اللحم والفواكه بدون طبخ، يعني تاكل اللحم بدون طبخ. فكذا متيم تاكل اللحم بدون طبخ، تجففت تشيل الرطوبة اللي فيه، فيصير يمدي تحطه برا الثلاجة، تحطه في كيس عندك مثلا في حالة طوار لا سمح الله يكون عندك مثلا كمية بروتين ضخمة. فلذلك خلونا نسوي انباكس للآلة الجميلة هذه. طبعا يعطوك كتاب حق ريسبي او طبخات، انا صراحة ما تحمست لمرة، فاستخدمت الطريقة اللي عندي أو البهار اللي عندي والعفسة اللي عندي أنا. فيا كسر الفلين كله و ما عرفت. هذه الآلة حجمها ضخم جدا، ما توقعتها بتكون بهالحجم ابدا، ما توقعتها راح تكون بالحجم هذا، توقعتها اصغر بس دهيم والله. اوكي الحلو فيها انه ما هي ثقيلة. اوكي نحطها من هنا، المفروض في باب بس انا ماني شايف الباب. حاط لك 700 الف رف هنا، تشيل الرفوف كلها، جاء هذا الباب. الحلو في الباب انه شفاف. اوكي طبعا اخر رف بالعاده حط عليه اللي هو تحط هذه الاشياء على اخر رف عشان لو خر اللي خر عليها يعني الرطوبه اللي موجوده. عموما هذه الآلة صراحة من الآلات اللي أنا من زمان أبغى أشتريها. طبعا هذه الآلة شو تسوي؟ هذه الآلة طبعا شغلها سهل جدا، فيها مروحة. المروحة هذه شو تسوي؟ هذه المروحة تخلي الهواء يدخل ويطلع يدخل ويطلع، في نفس الوقت يكون يعطي حرارة بسيطة جدا، حرارة 140 فهرنهايت 150 فهرنهايت، راح أحطها لكم كم هي بالضبط بالمئوي هنا. ليش تسوي هذا الشيء؟ عشان إنه خلاص يبدأ يجفف خلاص، يطلع الهواء يطلع الرطوبة الموجودة في نفس الوقت يخلي الحرارة تكون موجودة. فلذلك هذه الآلة يا متحمس جدا إني أستخدمها صراحة. أول شيء نركب الرفوف اللي موجودة عندنا كلها، وبعدين راح نسوي ريسبيز لحم او طرق لحم. طبعا اللحم ياخذ 4 ساعات عشان يستوي في الآلة هذه، بينما الفواكه تاخذ من 12 الى 14 او 15 ساعة. آلة جاهزة ان نستخدمها، فقبل لا نستخدمها نروح نسوي اللحم او نجيب لحم هنا نوريكم كيف تسوي بالضبط، وبعدها نسويه ونجربه. طبعا الوقت راح ياخذ كثير، فراح اخليه يستوي وانا راح انام واصحى يوم ثاني وكذا ونكمل بكره يعني. طبعا ما يحتاج تشوفوا وجهي كالعادة في فيديوهات الاماري، خلوكم مركزين على الموجود هنا. اوكي الزبده اللي راح نسويه الحين، عندنا طبعا انواع البهار اللي راح نستخدمها، الاكياس اللي راح نحط فيها اللحم عشان يتبل، وهم عندنا اكيد اللحم اللي راح نستخدمه. اول شيء نسويه راح نضبط الخلطات، راح نسوي اكثر من خلطه، واحده اثنتين ثلاث، راح نسوي 4 انواع، راح نجرب الاربعه هذه كلها. اول خلطه راح يكون فيها سوي صوص
اتوقع تعرفون الصويا صوص اكيد، صلصه الصويا. صلصه الصويا معروفه بطعمها اللي يكون يعني فيه طعم الحلاوه في نفس الوقت، يعطيك كذا الطعم الاسيوي في الاكل. نحط فيها الصويا صوص، ما راح احط كميه كبيره بحكم ان احنا اساسا ما راح نسوي كميه ضخمه، راح نسوي تقريبا 3 حبات او 3 شرايح من كل خلطه، وبعدها راح نجففها ونشوف الافضل وكيف كان. راح نستخدم معاها بالنسبه للبهار المفضل صراحه اللي هو الجريل ميت من ماكارميك، هذا على هاني سيراتشا، على شطه السيراتشا مع الربيان. في ناس بتقول طيب يا مطيم هذا محطوط عليه ربيان، ما تعرف تستخدمه. هو محطوط عليه ربيان بس انه انا استخدمه على الدجاج لذيذ، انا احب طعم السراجة. طبعا هم يقولوا لك انه تستخدمه على الربيان، ولكن انت براحة تستخدمه على اللي تبي تستخدمه عليه. هو يجي مخلوط بهار كامل. الحين هذا راح نسوي فيه قطع من اللحم، فلذلك اكيد راح نحتاج اللحم. طبعا بدا يصير فيه اكسيديشن مثل ما تشوفوا هنا، وهذا في ناس تقول انه متيم معناها ان اللحم خربان او شيء، ابدا مو معناها ان اللحم خربان، بالعكس هذا الشيء راح يفيدك في تنشيف اللحم. ثاني شيء، اللحم اللي تحتاجه لازم يكون لين، اللي هو الشحم اللي موجود فيه يكون قليل، طبعا ما في حوله شحم ولا شيء. ليش؟ لان الشحم يبطئ عمليه ديهايدريشن اللي تبغى تسويها او تجفيف. راح نشيل اي شحم موجود في الزوايا اللي داخل، طبعا هذا مو مشكله عادي جدا، بس اهم شيء ان قطع الشحم الكبيره تشيلها وما تخليها موجوده في اللحم. بس كيف نروح نطبخ يا اخي؟ يعني شوفوا يعني قناه فيها كل شيء، دلع نفسك في القناه. شيء مهم في تقطيع اللحم سواء للستيك او غيره، اوكي، في طبعا نوعين من تقطيع اللحم، اما انك تقطع اللحم عروق اللحم ماشيه كذا، اذا تبغى اللحم يصير لين او لما تقرضه يتكسر بسرعه فمك بعد ما تجففه، لازم تقطعه عكس العروق ماشيه، او عكس مو العروق اللي هي عكس مسار العضل نفسه او اللحم نفسه. واهم شيء الحين ان القطع تكون جدا صغيره. هذا كفايه احس الخلطه الاولى، فبعدين تجيب الكيس اللي راح تحط فيه اللحم. يا جماعه ترى والله انا الناس اللي تقول متيم ما تعرف تطبخ، ترى والله انا اعرف اطبخ، انا مشكلتي اني ما احب اطبخ بس، ولا انا طباخ درجه اولى يعني. تعال تصب عليه الخلطه اللي احنا سويناها اول شيء. الخلطه الاولى جاهزه، فنروح للخلطه الثانيه. راح يكون فيها سويت اند ساور صوص، مشهوره جدا هذه، يستخدموها في اللحم وفي الاكلات الثانيه. انا عن نفسي صراحه ودي اجربها في البيف جيركي او اللحم المقدد، شوي سميكه وهذا الشيء صراحه ما يعجبني انا. راح استخدم معاها بما انها سويت اند ساور، خلينا نستخدم معاها توميتو جارليك اند بازل اند ويسكر ذس، خليتها شويه اسمك زياده بس اتمنى انها ما تخرب يعني. يا اخي المفروض اخلي فيه اتصالات على برنامجنا هنا. اتصال ام ايمان، ازيك يا ام ايمان؟ ام ايمان معصبه واخلاق زباله وقاعده تهاوش مع اولادها، في نفس الوقت هي تهاوش مع اولادها وقاعده تبغى طريقه كيك عيد ميلاد لولدها اللي قاعده تهاوش معاه وما تحبه. وكذا صار طلع الهواء كل اللي فيه. نجي لثالث خلطه عندنا لهذا اليوم، راح يكون البيس اللي راح استخدمه ماي موهيتو لايم. ريحه الليمون قوي جدا. الناس اللي ممكن تسال تقول متيم شنو قطعه اللحم هذه؟ هذه اسمها تندرلوين، ما اعرف شنو اسمها بالعربي، ولكن هذه تكون ورا نهايه الظهر في البقر. العضله هذه البقره اساسا ما تحركها كثير، فلذلك العضله هذه معروفه بانها اكثر عضله هشه ولينه ممكن تاخذها، وفي نفس الوقت تراها يعني حرفيا اغلى لحمه ممكن تشتريها. الباوند الواحد قيمته تقريبا 8 دولار اشتري. تجي وتصب الخلطه، الخلطه حسيت واجد. اوكي. حلو، في خلطة رابعة بسويها لكن ما راح احطها حتى في كيس، ما احتاج يعني، احط ماي قليل جدا. السراشة هذا، هذه الكمية اشوفها كفاية. بعد تترك اللحم في الخلطة لمدة 4 إلى 24 ساعة، ليش تخلي كذا؟ عشان تمتص اللحمة نفس الخلطة فتعطيك شيء كويس. جبنا الآلة هنا، ليش؟ لأن الآن راح نجيب الرفوف هذه نحط عليها اللحم، وبعد ما نحط عليها اللحم نرجعها هنا ونخليها 6 ساعات لين تتجفف، بعدين نجي نجربها. ثلاث تراي، بصراحة هذا ريحته مو طبيعية. اوكي هذا آخر تراي، خلصنا منه. غطي. الحين طبعا هذه الآلة شغلها، الوقت يعطيك هنا 10 ساعات، طبعا ما في بالخمس دقائق ما في يا حبيبي. اللحم هذا احنا راح نسويه لمدة 5 ساعات بدرجة حرارة 140 فهرنهايت،
فنخليه 5 ساعات. طبعا راح يظل 5 ساعات راح يستوي. الحين الساعة عندي 2 الفجر يعني راح يستوي 7 الصبح، ما راح اجي اشوف الا تقريبا حدود 9 10، فنتمنى انه يكون اوريدي مستوي. فنراكم بعدين. اوكي عدنا. كان فرض اني انام واصحى واصور الليل، بس للاسف الساعه يعني طلعت انشغلت، ما بلش اقول لكم انا انشغلت ما ادري. الساعه الحين 11:38 ظهرا. لا طفت من تقريبا 3 ساعات. فيا خلينا نجربهم واحد واحد. اوكي اول شيء راح نشوف كيف صار شكله اللحم. اوكي صار شكل اللحم طبعا كذا مثل ما انتم شايفين. اوكي بس ما زال فيه يعني البهار حقه، فنذوقه نقول بسم الله. او يا واو لذيذ. اوكي طعم البهار باين فيه، اللحم تندر مره جفف، في طعم لحم المقدد اللي انا اعشقه مره. اوكي انا صراحه كنت مره متخوف، واو كنت مره متخوف، ولكن لكنه اعطاني نتيجه اللي ابغاها بالضبط. الحين بنجيب صحن نحط فيه اللي عندنا هنا ونجربهم. طبعا الان اللحم هذا اللي شفناه اوكي رغم انه ما انطبخ الا انه حاليا ما يحتاج انك تحطه في ثلاجه او في فريزر او في اي شيء، فيك تحطه في جره تخليه برا في مكان، اهم شيء انه يكون بعيد عن الرطوبه. هذا طبعا التراي الاول مثل ما وريناكم قطع اللحم شلون صارت. هذا التراي الاول اللي كان فيه صويا وكان فيه اللي هو السراتشا، يعني كان فيه عسل وشطه سراتشا وصلصه الصويا، الثلاثه هذول مع بعض طبعا كذا صار شكله. بصراحه كان لذيذ بشكل مو طبيعي. خلونا نجرب التراي الثاني، كان فيه اللي هي الصلصه الحاليه الحامضه ساور اند سويت صوص، معاها حطينا اذا ما خاب ظني اللي هو البيزل توميتو بيزل جارليك. هذا القطع خليتها اكبر شويه انا، خلينا نشيل منه قطعه. كيف صار شكل القطع هنا؟ اوكي خلينا نجرب الثانيه. طيب الثانيه نشوف، طبعا اللحم خلاص يصير سميك مره، ولكن طبعا اختيار قطعه اللحم اكيد شيء مهم جدا، ولكن لما تاكله اوكي ما زال هاش تندر. اوكي الخلطه هذه ماني حاس فيها بقوه النكهه مره، طبعا اللحم خلاص يصير ما في نكهه بحكم انه مجفف. ركزوا اللحم هذا ما انطبخ ترى. الاولي بعطيه 9/10، ثاني بعطيه 5/10. خلونا نجرب التراي الثالث. التراي الثالث اذا ما خاب ظني اوكي التراي الثالث اوريدي باين مبهر صح. شو البهار هذا؟ كان فيه الظاهر الموهيتو لاين موهيتو شيء كذا. اوكي طعم اللاين باين لذيذ، طعم اللاين مره لذيذ فيه. حبيته، ولكن اول واحد بالنسبه لي ألذ منه. يمكن هذا الشيء اللي محمسني للتراي الرابع. طبعا شوفه من داخل ما كان لحم، ولكن لما تذوقه تندر وريحته حلوه، ما في ريحه زفر، ما في ريحه لحم. اوكي يعني طريقه لحفظ اللحوم. اوكي مو لحوم ممكن انك تحتاجها يعني تسوي على كبسه ولا شيء، انه لا لحم تبغاه تسوي بسناك او شيء كذا، طبخات مختلفه. وهذه الاله تسوي فواكه، فالفيديو الجاي 100% راح يكون فيه فواكه، جهزوا حالكم. هذا بعطيه 7/10. نروح لاخر واحد. اخر واحد انا احس اني بهرته بزياده. هذا اخر واحد صار شكله كذا. اوكي قريب من الاول بس هذا صاير احمر بزياده لونه، اكثر حمره. نقول بسم الله. نكهة البهار باينة فيه مرة، ولكن هذا أطيب كان ثاني. أول واحد صراحة كان مرة أطيب. آلة حلوة، آلة فيك تستخدمها، ما زي الآلة الأولى تحتاج لأشياء ثانية وكذا. لا بالعكس، إنه لو موجودة عندك عندك أنواع لحوم كثيرة، أنواع فواكه، اللي عليك إنك تبتكر تخترع ضبط حالك تسوي الأشياء اللي تبيها. الآلة خلال طبعا حطيتها أنا أول شيء 4 ساعات، بس بعدين مدتها إلى 6 ساعات، والنتائج اللي أعطانيها صراحة مرة كويسة. بس أحس إني بقلل البهار شوية. ليش؟ لأن أنت تبغى تاكله كسناك، يعني الحين قاعد آكله كسناك ولكنه حار، عرفت؟ فما هو معطيني جو السناك، يعني معطيني جو الوجبة الرئيسية. خلنا نشيل اللحم كله. طبعا اكيد الاشياء هذه البلاستيك لازم تغسل، الترايز هذا لازم تغسل. طبعا ادري من بعيد ناس بتقول صاير كانه بخور، ولكن لا هو مو بخور. طبعا هذه الآلة راح استخدمها كثير بحكم ان انا من عشاق البيف جيركي. طبعا راح من فترة لفترة ننوع اكيد، ومن فترة لفترة راح نحاول ان احنا نطور
في الاشياء الموجوده في مده الطبخ في كل شيء يعني راح نطور اكيد لان نبغى اكيد انه يكون عندنا افضل برودكت نقدر نقدمه للسوق لا مو للسوق هو لنا احنا يعني احلى شكل انك تحطه بجره لا يعني اذا تحطه في جره زجاج يطلع شكله مره جميل في شيئين لو بعيد الكره اسوي مره ثانيه راح اطبقه الشيء الاول هو اني راح استخدم قطع اكبر الشيء الثاني هو راح اني استخدم بهار اقل اكيد هذا هو طبعا البيف جيركي سويناه بصراحه مره نايس مره لذيذ افضل ما توقعت بكثير توقعت اساسا ان التجربه راح تفشل ولكن الحمد لله تجربه نجحت تجربه كويسه الاله بصراحه خدمت بشكل رائع يعني التجفيف الناس كانت تستخدمه كانت يعني ايام تحط اللحم في الشمس تحط عليه ملح تحطه في الشمس لمده ايام عشان يستوي احنا في خلال 4 الى 6 ساعات سويناه وهم سوينا انواع كثيره ما احتجنا اساسا ان نحط ملح الا قليل اللي هو الملح الموجود اساسا في البهار باكس هذه لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير وانتظرونا في الفيديو الجاي قريبا جدا كان معكم متين بن عبد الله وش اخبار على مليون حبايبي سلام.